موبايل اليو 12 بلس الجديد من اتش تي سي بيتميز بشاشة كبيرة نسبياً وبتوصل ل 6 انش وبدقة عرض عالية سوبر ال سي دي بتوصل ل 2808. الموبايل الجديد بيدخل ضمن تصنيف ال IP68، يعني مقاوم للمي وللتربة كمان، وفي كاميرتين لكل جهة، 2 اماميات و2 خلفيات. HTC حافظت على نظام الصوت المميز اللي فيها مع مكبرات الصوت البوب ساوند، يلي بيعطوا الموبايل بعد آخر لسماع موسيقى متعودين عليه ومستخدمين أجهزة موبايلز الـ HTC. الجهاز الجديد تبع نظام الايفون وما فيه مأخذ للسماعات، وطور تقنية حساسات الأطراف يلي بتسهل على المستخدمين تشغيل برامجه المفضلة من خلال عصر الموبايل للقيام بمهام وتشغيل برامج مختلفة. ضغطة بسيطة على طرفين الموبايل ورح يفهم البلاس عليك ويشغل كل برامجك المفضلة. الحساسات الجديدة الموجودة على أطراف الموبايل تم تعديل موقعها لتصير أنسب للاستخدام مع هزة بسيطة بيشعر فيها المستخدم ليعرف أنه تمت الاستجابة للأمر يلي طلبه من الموبايل. وبدل ما نضطر نفتح موبايل للتصفح الفيسبوك أو نشوف فيديوهات على اليوتيوب، صار فينا بشوية ضغط على الموبايل نشغل البرنامج يلي بدنا إياه. ومو بس هيك، الحساسات بتلعب دور كبير بمعرفة مكان الشاشة المناسب للمستخدم من خلال القبضة. الكل منا عانى إنه الشاشة أوقات بتكون بالعرض لما نحن عم نشتغل على الموبايل بالطول أو العكس. مع حساسات اللمس الذكية صار الموضوع أسهل بكتير وتقريباً تتجنب مشكلة الدوران يلي بتدوخنا. إجا إصدار اليو 12 بلس بعد نسخة اليو 11 بلس مع تقنيات أفضل بكتير، خصوصاً بمجال التصوير. إذا كنتوا عم تسألوا ليش الـ HTC ما طرحت موبايل اليو 12 ونزلت مباشرة اليو 12 بلس، فالسبب لأن الشركة مو حابة تضلل الناس لتفكر يكون في إصدار بلس قادم مثلاً، يعني عم بتطمنكم إنه اليو 12 بلس هو الإصدار النهائي والأحدث. شو المميز بالموبايل؟ يلي جرب منكم يشتغل على موبايلات اليو 11 أو اليو 11 بلس رح يعرف قيمة الكاميرات يلي بتزودها الـ HTC ويلي بتقترب كتير من الكاميرا المميزة يلي أطلقتها شركة جوجل بأجهزة البيكسلز. متعة التصوير مستمرة مع اليو 12 وبتنافس بشكل كبير أجهزة الهواوي. ذاكرة الجهاز 6 جيجا وبيستقبل كرت ذاكرة خارجي 64 جيجا كحد أدنى، ودول مثل كندا والصين وأمريكا رح يقدروا يحصلوا على خيار الـ 128 جيجا. تعتبر HTC الشركة الرائدة في مجال تصميم موبايلات بالزجاج المطلي بشكل كامل، ويلي بيعطيها الشكل الأنيق اللماع خصوصاً مع سطح مصمم بمنتهى النعومة والمعروف باسم السطح السائل. الجهاز الجديد رح يكون متوفر بثلاث ألوان وهن أزرق شفاف واللهيب الأحمر وسيراميك أسود، بس بيعطي لونه على فضي شوي.